أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. ما سار سفين للحق وأبحر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر. صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم سلام الله تترى ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفين. سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمين. سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلاما كعد القطر والرمل والحصى ونبت الصحاري والنجوم الشواهد. سلاما يباري الريح مسكا وعنبرا ويعلو بهام الود فوق الفراقد. أهلا كما هب النسيم المعطر وإلا فمسك طيب النشر أذفر. السيدات والسادة الحضور حياكم الله في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز المدرسي الدورة الثانية والتي يقدمها مكتب التربية العربي لدول الخليج. مكتب التربية العربي يعنى بقضايا التعليم العام والتنسيق بين الدول الأعضاء، وقد يمتد نطاقه إلى إجراء البحوث وتنفيذ البرامج وإثراء البيئة التربوية. ويعمل المكتب على تشجيع البحث العلمي والتميز العلمي، ويخصص جوائز يقدمها لتحقيق ذلك. وتأتي هذه الجائزة وهي جائزة مكتب التربية العربي للتميز المدرسي في إطار حرص المكتب على تحفيز الأداء التعليمي على مستوى دول الخليج العربي بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، وهو الهدف الذي يصبو إليه المكتب. وهي جائزة مخصصة للمدارس التي تتبع الجهات التعليمية في دول المكتب للقطاعين الحكومي والخاص التي تظهر أداءً أكاديمياً وفنياً وإدارياً متميزاً يكون له انعكاس فاعل على مخرجات أدائها في مختلف المجالات والموارد البشرية والتخطيط وإدارة المهام الرئيسية والمتعاملين والمجتمع وكفاءة مخرجات العمليات الأكاديمية وفاعليتها، وذلك من خلال معايير صيغة بطريقة مدروسة. وتهدف أيها السادة الحضور والسيدات جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتميز المدرسي إلى تعزيز الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة وإبرازها وتوفير الأدوات اللازمة للتميز المدرسي التي تساعد في تجويد الأداء ونشر ثقافة التميز بين مدارس الدول الأعضاء في المكتب. نتوقف الآن مع كلمة معالي المدير العام للمكتب الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، أخي وزميلي وكيل الوزارة المكلف، زملائي وزميلاتي الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني أن نلتقي هذا الصباح وفي هذا اليوم المطير على أرض دولة الكويت، أرض الثقافة والحضارة، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، فنقول لكم جميعا تقبل الله الصيام والقيام وكل عام وأنتم بخير. ويشرفني في مستهل هذه الكلمة
أن أرفع خالص التحية والتقدير لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، مثمنين عاليا لدولة الكويت ممثلة في وزارة التربية والتعليم استضافتها لفعاليات جائزة التميز المدرسي في نسختها الثانية، والتي تهدف إلى تعزيز وإبراز الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة وتوفير الأدوات اللازمة التي تساعد على تجويد الأداء المدرسي، فضلاً عن نشر ثقافة التميز بين مدارس الدول الأعضاء في مكتب التربية. أيها الحضور، كما يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع من هذا المقام إلى مقام أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء حفظهم الله أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على ما يجده مكتب التربية العربي من دعم واهتمام أسهم في تحقيق أهدافه ورسالته، وعلى دعمهم المستمر لقطاع التعليم وحرصهم على تقديم تعليم ينافس البلدان المتقدمة جودة وأداء، وذلك إيمانا منهم أن صناعة التفوق الحضاري لا تقوم إلا بتجويد التعليم والارتقاء بمنظومته. أيها الزملاء، تبنى مكتب التربية العربي لدول الخليج منذ نشأته توجهات واضحة ضمنها في رؤية تتمثل في التميز والريادة في العمل التربوي المشترك، ووفقاً لهذه الرؤية فقد توالت مبادرات مكتب التربية وتنوعت برامجه وخصصت الجوائز التي تحفز على تحقيقها، ومن أمثلة ذلك جائزة التفوق المدرسي وجوائز المسابقات العلمية، العلوم والرياضيات والروبوت واللغة العربية، وجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للبحوث والمشروعات التربوية وغيرها من الجوائز، وذلك انطلاقا من دور المكتب المحوري في تطوير العمل التربوي المشترك بما يواكب أحدث الاتجاهات التعليمية والتربوية واستجابة للمتغيرات والمستجدات في المجال التعليمي والتربوي. أيها الحضور، جائزة التميز المدرسي هي جائزة استحدثت في العام 2021 لمدارس القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالمكتب، وهي جائزة مخصصة للمدارس التي تظهر أداء تعليميا وفنيا وإداريا متميزا مما يكون له انعكاسات إيجابية على جودة أدائها في مختلف المجالات، الموارد البشرية وكفاية مخرجات العملية التعليمية وفاعليتها، وذلك من خلال معايير صيغت بطريقة علمية مدروسة بما يتناسب والعمل التعليمي ووفق أفضل الممارسات الدولية، سعيا لرسم خارطة طريق للوحدات المتنافسة لتحقيق الريادة والتميز التعليمي. أيها الزملاء الكرام، لا يفوتني في ختام هذه الكلمة أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لزملائي وزميلاتي مديري المدارس الفائزة بجائزة التميز ولكافة منسوبيها، وأقول لهم هذا ثمرة جهدكم المتواصل وعملكم الدؤوب، فحافظوا وواصلوا هذا التميز الذي كان نتاج جد واجتهاد وإخلاص، واستمروا على هذا الأداء لتكون قدوة لغيركم من المدارس، كما نرجو حظاً أوفراً لبقية المدارس في الدورات القادمة للجائزة. أيها الحضور، في ختام هذه الكلمة أكرر شكري وتقديري وعرفاني لأخي معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الكويت على رعايته ودعمه لأنشطة المكتب ولهذه الاحتفالية، والشكر موصول لأخي سعادة الزميل منصور الديحاني الوكيل المكلف وكل الزملاء في وزارة التربية والتعليم، كما أشكر خبراء لجنة تحكيم المنافسة، وكذلك الشكر للمدارس المشاركة من كافة الدول الأعضاء وللقائمين من زملائي على هذه الجائزة إعداداً وتخطيطاً وتنفيذاً، متطلعين إلى الأثر الواسع لهذه الجائزة، سائلين الله تعالى أن تؤدي الغاية والغرض منها وأن نحقق ما نصب إليه جميعا، والشكر لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكراً لمعالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي على هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودكم بالتوفيق والسداد والنجاح. الآن نتوقف مع هذا العرض التعريفي بالجائزة. انطلاقاً من دور مكتب التربية العربي لدول الخليج كمنظمة عربية خليجية تعمل في نطاق الدول الأعضاء وتطلع بدور محوري في التعاون الخليجي التربوي المشترك بما يواكب أحدث الاتجاهات التعليمية والتربوية، أطلق المكتب جائزة التميز المدرسي لتكون إحدى جوائز المكتب التي تدعم وتشجع المدارس على التميز والإبداع، وتستهدف تعزيز الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة، إبراز دور المدارس المتميزة علمياً وإدارياً، مساعدة المدارس في توفير الأدوات اللازمة للتميز المدرسي، نشر ثقافة التميز بين مدارس الدول الأعضاء في المكتب، ويتم تحكيم الجائزة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير، وتأتي النتائج بعد ذلك على 3 فئات ذهبية وفضية وبرونزية. وجاءت الجائزة في دورتها الثانية مع تطوير وتحديث الأدلة والمعايير والموقع الإلكتروني للجائزة كي تواصل الدعم والتشجيع كغيرها من جوائز المكتب التي تنفذ بشكل دوري انسجاما مع تطلعات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء بالمكتب حفظهم الله، وتوافقاً مع توجهات أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم. وها هي في رحلتها الثانية تصل إلى ضفاف الخليج برؤية ترنو إلى الإبداع والريادة في جوائز التميز بالمؤسسات التعليمية، ورسالة مفادها تحفيز المدارس وتشجيعها نحو الأداء المتميز في استضافة كريمة من دولة الكويت، دولة العز والشموخ، التي من شواطئها يرتشف القمر جمالها ويتذوق البحر عذوبتها. اليوم في هذا الحفل نحتفي بالفائزين والمتميزين والذين سينالون هذه الجوائز إن شاء الله، فلا بد أن يكون لهم كلمة. نتوقف الآن مع كلمة المدارس الفائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، أصحاب السعادة والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. نيابة عن إخواني مديري المدارس المتميزة، أقف أمامكم اليوم لأنقل لكم شكر زملائي الجزيل وامتنانهم العظيم لهذه اللفتة التربوية النبيلة التي تعد مبادرة من مبادرات مكتب التربية العربي لدول الخليج، وهي مبادرة دورية تقام هذا العام باستضافة كريمة من دولة الكويت بلد الخير والعطاء. فالشكر لدولة الكويت حكومة وشعبا على هذه الاستضافة. حضورنا الكريم، لقد اجتهدنا قدر طاقتنا لنحقق التميز، وحقق الله الأمانية فكان حصاد غرسنا تميزا وتكريما غطى وجوه هذه الكوكبة من إخوانكم مديري المدارس، وكان ذلك بمتابعة جادة من قيادات تربوية أخلصوا النية والنصح. الحضور الكريم، في غمرة هذا التكريم لا ننسى أوطاننا الحبيبة التي هيأت لنا الظروف لنحقق هذا التميز. فجائزة التميز المدرسي منذ انطلاقتها تشجع المدارس في دول مجلس التعاون وتحقق لهم وتحفز منسوبيها لتقديم أفضل المبادرات التعليمية المبتكرة، كما تأتي تأكيداً لأهمية الجودة والتميز في التعليم. فهي لم تعد مبادرة عادية وعابرة، بل هي عرس خليجي بهيج وقصة نجاح لمنظمة تربوية خلاقة، أبطالها قادة تربويون متسلحون بالعلم، عازمون على وضع أوطانهم في مقدمة الأمم، إيماناً منهم أن الأمم لا تتقدم والحضارات لا تبنى إلا من خلال منظومة التعليم. إن هذه الجائزة قد بنيت على أسس ومعايير علمية وعملية تحاكي مثيلاتها من الجوائز في الدول المتقدمة
فتسهم في نشر ثقافة التميز بين المدارس لتحقق أهداف التنمية المستدامة. الحضور الكريم، لا يسعني في ختام كلمتي ومن على هذا المنبر وفي هذه اللحظات السعيدة إلا أن أكرر شكري وتقديري لمعالي وزير التربية والتعليم في دولة الكويت على الاستضافة الكريمة لفعاليات هذه الجائزة، والشكر الجزيل والوافر لمعالي المدير العام لمكتب التربية العربي على هذه اللفتة التربوية الرائعة، ووافر الثناء والتقدير لهذه القيادات التربوية التي ترعى وتعزز قدرات الطلبة والعاملين في حقل التعليم ليحققوا تطلعات أوطانهم. والشكر لكم أيها الحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثتكم دلالة الشمري، مديرة مدرسة عبد المحسن البدر تابعة لمنطقة العاصمة التعليمية دولة الكويت. شكراً للأستاذة دلال الشمري مديرة مدرسة عبد المحسن البدر على هذه الكلمة، وهي كلمة المدارس الفائزة. الآن نتوقف مع هذا العرض المرئي لمشاريع المدارس المتميزة. المدارس المشاركة في جائزة التميز المدرسي الدورة الثانية 2023-2024. بدأ الاستعداد لأعمال الجائزة في دورتها الثانية منذ سبتمبر 2023، حيث تم تطوير دليل الجائزة ودليل التحكيم والموقع الإلكتروني، ثم عقدت بعد ذلك عدة لقاءات واجتماعات تلاها أعمال تحكيم ومراجعة وتدقيق، حتى ظهرت النتائج النهائية في يناير 2024 ميلادي. وشارك في الجائزة مجموعة من مدارس التعليم العام في الدول الأعضاء، وصل خلالها إلى المراحل الأولية من التحكيم 60 مدرسة، وبعد التحكيم والمراجعة النهائية ومن خلال الملفات والمشاريع الداعمة وصل إلى المراحل النهائية 18 مدرسة، هي من دولة الإمارات العربية المتحدة مدرسة الأصايل الحلقة الثانية للبنات، ومشروعها التكاملية على مستوى المدرسة روضة، ومدرسة فاطمة بنت مبارك للتعليم الأساسي والثانوي، وكان مشروع الملف الداعم ردم الفاقد التعليمي ورفع مستوى استعداد الطلبة، مدرسة المنار النموذجية الحلقة الثانية للبنات، ومشروعها جيل قارئ وقائد وواعد، ومن مملكة البحرين مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات، ومشروع الملف الداعم بعنوان مريم ديجيتال، وهي منصة إلكترونية تفاعلية، مدرسة عين جالوت الابتدائية للبنات، وشاركت بمشروع لآلئ عين جالوت، مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين، وشاركت بمشروع حسان خضراء، ومن دولة الكويت مدرسة عبد المحسن الرشيد البدر الابتدائية بنين، ومشروعها منظومة السجلات الاسترشادية للعمل المؤسسي، مدرسة اليسرة المتوسطة للبنات، وقد كان مشروعها بعنوان مدرسية بيئية مستدامة، مدرسة قمرية محمد أمين المتوسطة للبنات، ومشروعها أكاديمية قمرية للقادة، ومن المملكة العربية السعودية مدرسة الفيصلية للموهوبين، وشاركت بمشروع النفايات الإلكترونية، مدرسة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، وشاركت بمشروع الفصول المستقلة، مدرسة ابتدائية ومتوسطة المنح التي شاركت بمشروع الإدارة الإلكترونية، ومن سلطنة عمان مدرسة منبع الحكمة للتعليم الأساسي، وكان مشروع الملف الداعم بعنوان لأني عمانية، مدرسة بلعرب بن سلطان للتعليم الأساسي، وركز مشروعها على تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة، مدرسة جميل بن خميس السعدي، وقد كان مشروعها شركة المحيط الطلابية للاستزراع السمكي والزراعي، ومن دولة قطر مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ومشروع الملف الداعم تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب، مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، واستهدف مشروعها التعليم الأخضر، مدرسة أكاديمية أمجاد الدولية، وشاركت بمشروع الصندوق الشرقي للمنح التعليمية. جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، الإبداع والريادة في جوائز التميز بالمؤسسات التعليمية.
والآن مع كلمة وزارة التربية بدولة الكويت يلقيها السيد وكيل وزارة التربية الأستاذ منصور عبد الله الديحاني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم في منتدى جائزة التميز المدرسي التابع لمكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي. هذه الجائزة التي تسعى لنشر ثقافة التميز المدرسي وتعمل على تكريسها من خلال تعزيز الممارسات التعليمية والإدارية المتميزة والارتقاء في الأداء المدرسي وإبراز دور المدارس المتميزة علمياً وإدارياً. إن هذه الجائزة تكتسب أهميتها من أهمية التميز المدرسي في المسيرة التعليمية والتربوية، حيث يتمثل دورها في إذكاء روح المنافسة الشريفة بين المدارس في هذا المضمار، وفي تفجير طاقاتها ومكامن الإبداع لدى العاملين فيها، إذا ما حظيت بإدارة مدرسية متميزة تمتلك الذهنية الوقادة والإرادة الصادقة والقرار الجيد والقدرة الفاعلة. ونحن إذ ننتهز هذه الفرصة لنشكر جميع القائمين على هذه الجائزة ومثلها من الجوائز، والتي من شأنها تسليط الضوء على الجوانب المشرقة في المدارس وإبراز تميزها، لتكون إحدى المنارات التي تنير لهم دروبهم وتمهد لهم السبيل لتحقيق التميز. وفي الختام نتوجه بالتهنئة لمن تمكن من تحقيق معايير هذه الجائزة وحاز عليها، فبوركت جهودكم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لوكيل وزارة التربية بدولة الكويت الأستاذ منصور عبد الله الديحاني على هذه الكلمة. والآن وصلنا معكم إلى تكريم المدارس المتميزة. يتفضل للمسرح معالي المدير العام للمكتب الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، وأيضا السيد وكيل وزارة التربية بدولة الكويت الأستاذ منصور عبد الله الديحاني، وذلك لتكريم المدارس المتميزة. البداية ستكون مع الفئة البرونزية، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة مدرسة المنار النموذجية. من مملكة البحرين مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين. من دولة الكويت مدرسة قمرية محمد أمين المتوسطة للبنات. من المملكة العربية السعودية ابتدائية ومتوسطة المنح بنات من أبها. من
من سلطنة عمان مدرسة جميل بن خميس السعدي. من دولة قطر مدرسة أكاديمية أمجاد الدولية. الآن صورة جماعية للحاصلين على الجائزة الفئة البرونزية. والآن تكريم الفائزين بالفئة الفضية من دولة الإمارات العربية المتحدة روضة ومدرسة فاطمة بنت مبارك للتعليم الأساسي الحلقة الأولى والحلقة الثانية والثانوي. من مملكة البحرين مدرسة عين جالوت الابتدائية للبنات. من دولة الكويت مدرسة اليسرى المتوسطة للبنات. من المملكة العربية السعودية مدرسة الأمير سعود بن جلوي الدمام. من سلطنة عمان مدرسة بلعرب بن سلطان للتعليم الأساسي. ومن دولة قطر مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين.
الصورة الجماعية للفئة الفضية. والآن تكريم المدارس المتميزة في الفئة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، مدرسة الأصايل للتعليم الأساسي الحلقة الثانية بنات. من مملكة البحرين، مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية بنات. من دولة الكويت، مدرسة عبد المحسن رشيد البدر الابتدائية بنين. من المملكة العربية السعودية، مدرسة الفيصلية للموهوبين جدة. من سلطنة عمان، مدرسة منبع الحكمة للتعليم الأساسي. من دولة قطر، مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين. الآن صورة جماعية للفئة الذهبية. الحفل الكريم، شكراً لكم على الحضور، ونأمل أن نلقاكم بمشيئة الله في جوائز أخرى وفي تميز آخر يضاف إن شاء الله. والآن تكريم مقدم من مكتب التربية العربي لمعالي وزير التربية في دولة الكويت المستضيفة.
وفي الختام شكراً لكل الجهود التي بذلت لنجاح هذه الجائزة وهذا الحفل، ونلتقي بكم على خير بمشيئة الله قريباً، وجوائز أخرى وتميز جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.